جايز كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين وانتم عم تشوفوني بالفيديو اليوم. اليوم انا كثير متحمسه لانه حيكون في اكل كوري. اليوم احنا بالبقاله الكوريه مثل المسلسلات الكوريه، تعرفوا لما يجي البقاله ويطبخوا اكل وياكلوا بالبقاله. اليوم رح نسوي نفس الشيء. مو يعني في اكل وفي بقاله وفي كوريا، بس الاوبا وين؟ وين الاوبا؟ طبعا بفيديو اليوم معي اثنين اشخاص ضيوف مره جميلين، مره عسل، مره حلوين. زينب جايز اكد انسان في العالم، ناكل كل شيء اليوم. وطبعا زينب عندها خبره كلش حلوه، سو هي راح تقول لنا الحلو والمو حلو وتقول لنا وصفات كوريه. ثاني ضيف معنا كمان كثير مميز، كثير حلو، كثير بيوتيفل، نور ستارز، ما شاء الله ما شاء الله، جمال جمال، كي بوب ايدل وكذا. جايز شايفين الريبنز؟ جيني مين؟ هو الهدف كان جيني ولكن للأسف طلعنا أنابل. أشوفك ضحكتي على أنابل، شكل الموضوع عاجبك ها؟ حاليا طلعت برا البقالة، اسم البقالة هذا الشيء، شنو اسمها سارة؟ سارة مين؟ إيمات إيشيبسا. إيمات إيشيبسا. إيشيبسا. خلاص انطوني الجنسية الكورية فيز. برا البقالة أكو شمسيات حبيت لأنه هون كثير بتمطر الدنيا. وهون في شيبسات، بسوي لكم فيديو ثاني اجرب لكم السناكات والايس كريم اللي كمان رح اجرب لكم لما اجرب السناكات، فتحمسوا الفيديو الجاي. بقاله عاديه اوكي بالنسبه لهم، بس بالنسبه لنا يعني حلم كل الكي درامات. في طماطه، طماطه كوريه، طماطه كوريه طعمها اطيب من الطماطه العاديه. في هون عندنا مخبوزات، وهون في عندنا الاندومي اللي هو رامن. رامن رامن مش رامن. رامن. اندومي، رامن، نفس الفكرة يعني. وهون شو هاد رز؟ هذا رز ينحط بالمايكرويف دقيقتين وخلاص يصير جاهز. والله طيب ولا مو طيب؟ نفس كأنك تطبخينه بالرايس كوكر. هذا المحل، وهون في المايكرويف عشان نسوي الأكل، فيعني تفتحوا هاد هيك، والله كثير نظيف. أوكي يا جماعة جبنا كل الأشياء، فخليني أوريكم شو جبنا. نودل، ما حكيت أندومي. هذا بالخضروات وشكله مرة عندنا التوبوكي. كيف تقولوا التوبوكي؟ ها توبوكي قلت صح؟ يس كذابة. راميون تاني، بس هذا رح نجرب الوصفة الخاصة، الوصفة الخاصة في زينب. إذا طلع مو طيب إيش أسوي فيكي؟ لا لا رح تطلع طيبة والله. جبنا رز، هذا الرز بتحطوه بالميكرويف دقيقتين تصير طيب. جماعة الحلو هون إنه بيبيعوا التشيز المربعات لايك هيك صغير لحاله، إنك حبيت. نحن لا لازم تشتري علبة كلها إذا بدك تجيبنا. الخبز الكوري اللي كمان بنشوفه بالمسلسلات، حماس. اشتريت هاد اللي بالفاصوليا الحمراء اللي كتير مشهور، وصراحة يعني احنا ناكل فاصوليا وتمر، مو فاصوليا وخبز. هذا بالذرة جبنا كيم 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 تيون. جبنا شيء كتير متحمسة له اللي هو كيم با. هاد كل المسلسلات كل وين الأوبا مالتي ياكل وياي. هاد الشيء اللي كثير شايفته على تيك توك اللي ما بعرف شو هو، بس في كثير ناس بحبوه، اللي هو بتخلطوه وبعدين بتاكلوه. كيمتي. انا كثير بحب كيمتي، مره يجنن. شوربه الصويا. صويا. جبنا شيء كثير حماس حماس. جبنا كوب هيك كله ثلج، وجبنا عصير، فراح نحط العصير هنا ونشرب زي تيك توك. اول شيء رح نبلش فيه هو وصفه زينب. احس نور ما اعرف ليش قاعده يعني اجت ويانا هذا. شكلها نور بتقعد برا، نحن بنسوي الاكل. خلص خلص كل شيء. والله شيء لازم نكسر. يس نكسر الرامن. اكسره بايدي؟ اي عادي. بس حتاكليني اذا كسرت؟ عادي عادي، ايش دعوه؟ ما بتقرفي؟ كذا؟ يا يا لان اسويها واجد صراحه مره لذيذه. بس حنحط مي حار. يلا زينب طباختنا، طباختنا ما في مثلها. ما هو بتحطي هاي بتحطي الميكروويف عادي؟ اي عادي عادي. أوكي. عادي دقيقتين. الله كيوت. اسويها تقريبا مره في الاسبوع بس. بس واجد مره واجد مره في الاسبوع بس واجد مره في الاسبوع. لو احنا عايشين في كوريا كل يوم كل يوم ثلاث مرات في اليوم فطور وعشاء. بتعرفي شو لقيت هلا؟ وش؟ سوري. ايه مع الهارة ما بنتمم؟ لا نايلون. لا والله هنا؟ لا شوف المكتوب. هنا؟ بقول لك شوف المكتوب بام منت. بس طلع بالكوري صاري هنا؟ ايه شجر. ايوه. الله واو. لا طيب ميكس 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 ميكس. حط الصوص، ما تحطي كله بليز. بس خلاص 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 هذا هو هذا نص نص نص. شوفي باقي نص باقي نص.
تقريبا هالقد. اه جايز واو واو. شوي حط شوي كمان. طيب بعدين نخلطه كله مع بعض. يمي يمي يمي. اه ريحته. اخر خطوه اجت الشرطه. رحتيني فكرت ايش عادي ترى الشرطه تجي بقاله يعني فكرت بس حسيت انه لازم اسوي شيء غلط يما فكرت ايش يقول لي ممنوع تصوري هون بنحط وان سلايس من التشيدر تشيز والموزاريلا تشيز كانوا بعدين الموزاريلا تشيز نرجع على الميكرويف يا جماعه على ما يجهز الاندومي رامي انا يجهز الرمية راح جاهز يا جماعه شوفوا المنظر شو بشهي بسم الله الرحمن الرحيم بس خذي لقمه صغيره ليه حار؟ لو خليتينا نحط الكيسة كاملة كان بيطلع لذيذ بس لذيذ حار طيب بس حار يعني كان مفروض الله جايز المنظر واو اوه جايز شو الله الله هو حار بس مرة لذيذ مو مرة حار يعني كان عندنا نحط الكيسة كاملة والله 8.5 من 10 طيب بسوي لما اروح دبي بس مع حرارة اقل هذه ما تحمل الحرارة ابدا بس ترى طيب صح مرة سويته ساخن ليه كويس بدك اياها نور؟ اوكي نور رح تاكل البقية I'm so proud إذا ما بتعرفوا أكيد بتعرفوا بس إذا ما بتعرفوا فزينب نص سعودية نص كورية بتتكلم كوري تكلمي كوري نيافيا نيافا نيافا نفتح هذا كده صرت أتكلم سعودي كده نصبة لونه الله لذيذ لذيذ مرة يسرسح يسرسح قيمه 10 من 10 نور تعالي جربي نكست رح اجرب هذا الشيء اللي طول حياتي بشوفه على تيك توك المفروض تحطوا هدول الصوصات فوق هذا الشيء اللي هون اللي ما بعرف شو هو كأنه فاصوليا اوه اسمعي في كتير ناس بيحكوا انه كتير طيب عارفين شكله ما يشهي ابدا المفروض هلا شكله ما يشهي صراحه مو حماس ما هي اللقطه لسه لزج فمي شوف جاي 0 من 10 رز وبدون رز هذا هدية مني إلك كثير من الأكل الكوري نفس الشيء لا زي ما قلت إنه لازم تأكلونه أكثر من مرة عشان تحبوه وهلا حنجرب فطيرة الفاصوليا كثير بتحبوا الفاصوليا الكورية الله أنعم من بشرتي ريحة الخبز شوف الشكل من جوا اكو فاصوليا اكو شيء ابيض كريمه يمكن اصلا انت شكلك بيضه مسلوقه طعم عادي حلو بس التكستشر حق الفاصوليا الفاصوليا يعني فاصوليا معجونه هيك فصراحه مو سيئه صراحه يعني طعم كويس اي ثينك بعطيها 4 من 10 جايز هاد اكثر شيء بشوفه بالمسلسلات لما البطله بتطلع تعبانه من الشغل لما تروح على المحل بتفتحوا هيك بتطلع راحت هاي واو جايز شكلها بشهي واحد فيه يعمله بالبيت ويدوقه رز وتونه فيه جوا فيه تحطوا سمك او دجاج او لحمه وهذا عشبة البحر بتلقوها بأي مكان بلشنا نشبع بنحط هادش متجمد كأنه تفتحونها تلاقون كل شيء مجفف كذا واو كأنها سنيكرز بنحط عليه ماي وانتبهوا لأنها الريحة كلش قوية هذا شكلها بعد ما ذابت ما يشهي صراحة مو حارة؟ حارة مرة كأنها شربت اندومي نودلز داميان هو ايوه تقريبا نفس الفكره 6.5 احس الشخص المريض ما عنده فلوس ما يقدر يسوي شربة عدس
الكيمتشي. انا ما راح اجرب الكيمتشي لو قوتي. جربي بليز. مستحيل والله. طيب ما احب الكيمتشي، ما احب الكيمتشي. بالعافيه راح نجرب الراميون. شايفين كيف شكله كثير بشهي؟ وهون صار في عنا التوبوكي، راح نحطه شوي بالمايكرويف عشان ينطبخ. هذا my favorite ramen. بس طيب مرة ألذ ألذ. هاد صراحة هاد بقيمه 1000 من 10 صراحة. وأنا كده عارفة نور أبيك تجربين هذا. لا أنتين ما ضاح يلا. طبقي. حار. أقل من النص حطيت. بس هلا وصلنا لاخر اشي وبطني صارت حامل. خبزة الاكسوسو اللي هو الذرة. الاكسوسو حماس. مكتوب هون نمبر 1، ما بعرف ليه بس نمبر 1. بس هاي المرة رح تجربين انت اول شيء. انت جربتوا هذا من قبل؟ لا اول مرة، بس ريحته تشهي. في شقفات ذرة. يلا ريحة ذرة. طيب. الذرة مو المفروض تكون خبز صراحة. قيمه 2.5 من 10 ماكسيموم. اوكي جايز. ما انا او انتي؟ لا يعني شوي بصوت عالي. اوكي جايز، وهلا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. صراحة كثير كانت تجربة حلوة، ولازم نسوي بارت 2. الجزء الثاني لازم يكون اكلات ثانيه من غير بقاله. الجزء الثاني المره الجايه لما تجي ان شاء الله. يلا ما تعزميني. تعزميني اوف كورس. خلص تمام، شكلي راح ارجع لكوريا عشان القي اوبا، لانه لهلا ما لقيت الاوبا مالتي. ما تجي عشان تجي عشان لا لا انت والاوبا يعني هو معلش. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. راح احط لكم حساب زينب تحت بصندوق الوصف، حساب نور اللي اصلا ما طلعت بالفيديو. وبتمنى يكون عجبكم الفيديو، حبيتوه حطوا لايك، اشتركوا بالقناه. بحبكم للامل. باي باي. سارانجي تقوليها سارانجي. ايوه مثل هيك. باي.